هي تافهة اختك، ما رح تزوق على حالها لحتى تعمل لنا مصيبة بهذا البيت. ليش شو بها؟ مواعدة زفت احمد. لا ليكي يارا، انا مو ناقصتك بنوبها. ليكي ماما حبيبتي، هن الاثنين انت بتعرفي انه بحبوا بعض من زمان، واحمد شاب ادمي بقى مرقيها، يعني قد ما قهرتي بحالك وعصبتي ما رح يطلع معك شيء. احمد بيكون ابنها لامل. امل هي بقى يلي قلعتني انا وانت ورمتنا بالشارع لما كنت صغيره. هلا نحن ما رمينا، وعلى فرض انه رمتنا، هي عمو رؤوف الله يطول بعمره حمل امانه ما بيحملوها الجبال، عن جد هو من اهل الخير. انت كانه عم تكتري روحات كثير لعند عمتك ما هيك؟ هلا مو كثير كثير، بس شو بدك يعني قاطع كل عماتي؟ هي عمتي رضوى ما بشوفها غير بالمناسبات. لك صحيح شلون هي انتي وعمتي؟ شلون هي انتي وعمتي ضرائر؟ والله شو بيحط لحال الكف. اول شيء سدي لحلقك، ثاني شيء ما في شيء بضحك، ثالث شيء انا ما عم بحكي عن رضوى، انا عم بحكي عن امل، هي بقى يلي ما رح تحل علينا لحتى تخرب لنا بيتنا بشكل نظامي. تعي لهون، هاتي احكي احكي، شو بتحكي عني؟ بس على فكرة هي ما بتجيب سيرتك بنوب. على فكرة أنا متأكدة إنه سيرتي ما بتقيم عن لسانها. بس الحقيقة هي ما بتجيب سيرتك بنوب، مو حبا فيكي، بس مراعاة لمشاعري. تضربي أنتي ومشاعرك ماما. هي دخيلة المهضومة أنا ماما. سهلة. عم تدرسي؟ أكيد لا، عم بقرا. ماما هلا انت لما بتهدي مع عمتك هي شو بتحكي لك عن ابوكي؟ بتحكي لي كيف حبيتوا بعض وشلون تجوزتي غصبا عن اهلك لانه ما كانوا رضيانين من هدول يعني. وما حكيت لك كيف كانت تتمقطع فيني بعد ما توفت ستك الله يرحمها؟ لا ما حكيت لي، بس ما صار شيء، هلا انت بتحكي لي. ليك يارا، أنا لما سمحت لك تروحي لعند عمتك سمحتي لي؟ لكي ماما أنا ماني ناطرة حدا يسمح لي، حاجة تتحكمي فيني أنت ورؤوف لأنه صار عمري 21 سنة نسيانة؟ رؤوف مثل أبوكي ماما. ما حدا مثل أبي، مو لأنه منيح أو مانو منيح، بس أنا ما بقدر أحكم عليه لأنه ما بعرفه. على كل الأحوال لو كان رؤوف أبي كنت هلأ أنا متبرية منه. ماما عيب عليكي، والله ما بصير تحكي عنه هيك، أنا قصدي إنه يعني بمقام أبوكي. ليش؟ لأني تربيت بالبيت اللي عم يصرف عليه؟ ليك أنتِ شو عم يصير بمخك فهميني؟ ليكي من اليوم ورايح روحها لعند عمتك أمل ما في. ماما أول شي أنا ما حدا بيقدر يملي علي وين بروح ووين بجي، وثاني شيء والأهم عمتي أمل هي الوحيدة يلي بتحبني بدون ولا شيء، لا وبتهتم فيني كمان. ولك اسكتي وليك، انتي ما بتعرفي مصلحتك، نحن بنعرفها. مصلحتي اللي انتو شايفينها مو ضروري تكون نفس رغبتي. وشو رغبتك يا رأى أفندي؟ بدي اترك الطب، بدي اقلب على المعهد العالي للفنون المسرحية. امي شو بك ليش عم تطلع فيني كاني عم اقول لك مهاجره؟ نجوم السما بتعرفيهم اقرب لك. ولك والله ما يدرى عمك رؤوف ما بنخلص من لسانه بعمرنا كلياته. ايه ما دخله خلصوا له. لك يا دخيل اللي شكع بعمك. ايه استحي على حالك رؤوف، عيب. مشان الله انت رادني علي. انت ما رح تستحي على حالك، اطلع من هون بسرعه لانه كلمه ثانيه بصرخ لك على كل العالم يشوفوك على هيدا. انا بموت فيك يا رب، عن جد بموت فيك. اطلع لبرا، عم بحكي بسرعه، اطلع لبرا. تعي 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 له
دوامك مبلش من ساعتين، يعني سيادتك مو مستعجلة. شرفي. خير. شوفي. كل خير. بدي احكي معك كلمتين على رواق ماما. على رواق ومعاكي انتي؟ لا لا، انا ما عم صدق. خير ان شاء الله. شو سيرة؟ ماما وحياة عيونك، ما عندي اغلى منك بالدنيا كلها. والله انا مشيت حياتي بهاي الطريقه كرمالك انت. فضلتي على راسي والله يا مدام. خير شوفي. ماما انت واختك اهم شيء بكل حياتي، وانا متمناي انك تكوني ست الصبايا انت وياها. كرمال هيك بدي اياكي اي شيء انت بدك تساوي او تقرري انك تعمليه تفكري فيه كتير منيح. مو بس هيك، اي شيء بتسمعي لازم تتأكدي منه بالأول قبل ما تصدقي. شو الزمو هالحكي؟ ماما مو كل شي بتقلك يا عمتك أمال هو مظبوط. انت عم تفهمي علي ما هيك؟ أكيد مو كل شي بتقلي يا عمتي أمل صح. بعدين ماما حاش تعامليني كأني طفلة وبالإنداءة. أنا بالنسبة إلي انت رح تضلي صغيرة كل عمرك، بس اللي بدي إياه منك إنك تكوني واثقة فيني، لأني أنا بدي مصلحتك وبكرة الأيام رح تثبت لك. ماما أنا هذا الكلام بعرفه كتير منيح، وإذا صار في سوء تفاهم بيني وبينك من شان الدراسة هذا معناته أنه أنا ماني متضايقة منك أبدا. باي يا قمر. شكرا. وأنا جاهز. شو هالحلاوة يا مدام أمان؟ لسا رح تشوف أمك رجعت صبية. إيه أنا هاللحظة صلي عم بستناها سنين. رح تجيبوه دغري لهون؟ شوي رح نجيبه. أنت مو رايح معنا؟ أنا مو قلت لك إنه أنا مشغول كثير وما بقدر أكون معكم، خلص بسبقكم بستناكم هون. مو قلت لك اليوم ما في شغل؟ لك حلوة هلا خالك ما يشوف حدا عم بستناه غيري؟ إن شاء الله بيقبرني إني أفوز، صدقتي؟ وحياة عيونك ما بيطلع إلا رجلي على رجله، ولو لأنك بتعملها. تعال أنا رح أفتح، جيب لي جزدان خالي. يلا. ايش هالحلو هاد؟ هي الأناقة كلها لا تستقبلني ولا من شاشو؟ أهلين حبيبتي تقبريني فوتي. إيه لا أنا هلا بدي أفهم لوين العزم من وش الصبح؟ إيه ها؟ هلا صار في سبب محرز الواحد يطفش مشانه. ما أغلظك، شو عمي؟ قولي لي، شو هالمشوار الصباح اللي بيستدعي كل هالجاخ؟ عندي مشوار صغير، اليوم ما رح أقدر شربك قهوة، شربيها لحالك. ايه نعم مثل ما فهمتي، ما بدها تخبرك وما في قهوه اليوم وكرجي قدامي على الجامعه. يلا الا يا سيدي مو على كيفك، ماني طالع لاعرف وين رايحه. خلص المسا بحكي معك. الله يسامحك يا عمي. لك ما ام يعني. يلا كرجي قدامي. باي. يلا باي. ارتفع وارجع. ايه الو وينو هاتي؟ أهلين. لا والله يا صاحبي القصة ما بتزبط هيك. لا مو مشكلتي، يلي دفشك علي ما بيعرف انه ما خرجت على مع عبد الرؤوف البندقجي؟ شلون؟ والله مشكلتك يا أخي. لا كان لازم تعرف من الأول ما تفوت هاي الفوتة، كان لازم تلف الفوه من الاول. هلا ما عاد تزبط. ام سمير الله يرضى عليك لا تخططي معي. انتو بلشتوا. ايوه الله يرضى عليك، بعتذر منك. مع السلامه. اهلين. كتروا اللي عم بيحفروا لك يا رؤوف. الظاهر ما عاد في قدامي غير اني احط ايدي بايد ابو المجد. بلا لازم اطلب ايد بنته لابني سامر. ساعتها راح احرق السوق كله باللي فيه.
تفضل أخي، نورت بيتك. واصل مشوار وراجع، ما بتأخر. قطعي قلبي، شو بدي اقول له هلا اذا عارف شو حيصير فيه؟ ما تقول له شيء نهائيا الا اذا هو سألها. اذا سألني عن بنته شو اقول له؟ ما بنعرف امها شو قايلت لها، مشان هيك طولي بالك ونبي على احمد ما يحكي شيء. بكل الاحوال انا رايح وراجع ويمكن ارجع قبله لاحمد. ايه الله يخليك، لا تطول. ما بطول.
انا بدي اياها، يا اما تطلع مهندسه يا اما تطلع دكتوره. المهم تطلع مربايه واخلاق منيحه. بس حبيبي البنت ذكيه كثير، يعني نحن لازم نوجه لها ذكاء على شغلات منيحه مو شغلات بلا طعمه. لك وين بلا طعمه؟ البنت لازم تدرس الشيء اللي بتذرع فيه. هلا انت كمان المسلم رح تزعل اذا بيقولوا انه بنتك دكتوره. انا اهم شيء بالنسبه لي يقولوا الله يرحمه عرف يا ربي. حبيبي ليش هيك عم تحكي بهيدي الشر عن قلبك؟ ان شاء الله بتضل فوق راسه وراسي وانا وانت بنفرح فيها سوا. شفتي قدرت استفزك وخليتك تطمنيني. اذا هيك رح خليك تستفزني.